مرحبا لكل حدا انضم لنا عبر شاشة العالم سوريا وبحلقة جديدة من برنامج دامسكو. ساعتنا بديت حكون فيها مع بعض وحنطرح مواضيع متنوعة، ولكن كعادتنا بالبداية كيفك بشار؟ أهلا وسهلا، شو الأخبار؟ الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ ماشي الحال. دائما يعني بهي الساعة مشاهدينا منقضي معكم يعني مجموعة من النقاشات والمواضيع يلي منجرب من خلالها نسلط الضوء على أفكار وقضايا نتناقش فيها مع أصحاب الاختصاص وأيضا مع المواهب ومع أصحاب عندهم أفكار عم تكون موجودة على أرض الواقع، منسلط الضوء عليها ومنتناقش نحن وياهم فيها. أما قبل ما نبدأ حلقتنا بدنا نروح لموضوع النوم وموضوع النشاط يلي بيصير بحياتنا. دائما من في الصباح وممكن يكون أخذين قسط من الراحة لساعات كثيرة أو للحد المينيموم يعني تبع ساعات النوم اللي هو 8 ساعات قادرة أنه تعطينا الراحة، ولكن رغم كل هذا الشيء من في الصباح فايقين كأن جسمنا مكسر حرفيا. هلا يمكن أنا بشوف هذا الشيء له علاقة بالروتين الغذائي، يعني ممكن بعض الأشخاص بيتناولوا مشروبات مثلا مليانه بالكافيين او مثلا بيتجهوا لانواع معينه من الاطعمه بتلعب دور باحساسهم بالتعب، فمثلا بعض الاشخاص بياكلوا اكلات دسمه على العشاء وممكن جهازهم الهضمي يكون مرهق على حدا يمكن هلا هو ضل اكلات الدسمه ممكن يلعب دور، يعني هي عن خبره شخصيه للصراحه المشكلة يعني. تماما باوقات منتقل بهذا بموضوع العشاء او بنحصل على وجبات فيها اشياء دسمه ممكن تلعب دور، ولكن ايضا بالمقابل اذا نمنا زعلانين مثلا او صح. موضوع الجانب النفسي دائما الافكار والتفكير بالاشياء اللي بتوجعنا نوعا ما بتكون صعبه ممكن تاثر ايضا على هذا الموضوع. على فكره هذا الشيء بنلاقيه وقت احنا بنتقابل مع حدا بيجي بيقول لك ما تحكي معي ماني نايم مرتاح، لانه انا قبل صاير معي موقف مزعج او مثلا حدا مضايقه بكلمه او صاير معه شيء بيزعله كثير لهالدرجه فباثر عليه موضوع النوم. حتى في دراسات سوسن بهذا الموضوع انه بعد الساعة 12 وقت نبدأ نفكر ب إذا بدنا نقول مشاكلنا أو تجي الأفكار لإلنا أو حتى ممكن فكرة مقاطعة ببالنا يمكن من 3-4 سنين، بعد الساعة 12 بالليل في دراسة نفسية إنه هي الساعة بتبدأ فيها الذكريات، وبالتالي ممكن تأثر على نفسيتنا، تأثر على راحتنا بالتفكير العقلي، وبالتالي هذا الموضوع بينعكس على ساعات النوم من في الصبح مع كريم كمان بشار. هلا أحيانا موضوع الرياضة بعض الأشخاص بيطنشوا موضوع الروتين الرياضي وبيفكروا انه هذا الموضوع يمكن ما له تاثير على صحه جسدنا، واخذ النوم يعني بشكل كافي وبقسط مريح اذا فينا نقول، فاكيد الرياضه واتباع نظام غذائي صحيح بياثر على انه نحن نكون نايمين بشكل مريح، بنحس بفائده النوم اكيد يعني. تماما ودائما يعني الحصول على قسط كافي من النوم هو من احلى الشغلات اللي ممكن تصير بالحياه. فرح نتعرف على الاسباب اللي ممكن تخلينا نفيق الصبح معكرين او نفيق الصبح يعني ما حاصلين على ساعات النوم الكافيه، وبالتالي بنحصل على حاله او بنحس بحاله تعب كبيره. شو السبب؟ بنتابع بالتقرير القادم. كيف يمكن أن تشعر بالتعب وما زالت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحاً؟ لقد بدأ اليوم للتو. ربما تتساءل كيف ستكمل باقي اليوم وساعاته الطويلة وأنت على هذه الحال. إذا كنت تشعر في لحظة صدق مع النفس أن الشعور بالتعب هو حالتك المعتادة في الوجود، فأنت لست الوحيد. لكن ينبغي ألا يكون هذا هو الطبيعي ويجب ألا تستسلم له. من المعتاد أن يستيقظ الناس وهم يشعرون بالكسل وانعدام اليقظة، وغالباً ما تحل هذه المشكلة بالقهوة أو بعد الحصول على حمام فاتر، لكن بعض الأشخاص يعانون من التعب بشكل مستمر مع الاستيقاظ، وهذه هي الأسباب التي تجعلك متعباً رغم حصولك على قسط كاف من النوم. أولاً، الضوء الأزرق. الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة قبل نومك يؤثر بشكل خطير على نومك وصحتك، ويقول الخبراء إن استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون قبل النوم مباشرة يمكن أن يمنع إفراز الميلاتونين، لذلك من الأفضل الابتعاد عنها قبل النوم بساعة. ثانياً، قلة ضوء الشمس. هل تعلم أن قلة التعرض لأشعة الشمس يمكن أن تؤدي إلى شعورك بمزيد من التعب؟ يتسبب نقص ضوء الشمس في إنتاج عقلك المزيد من الميلاتونين، وهو الهرمون
الذي يجعلك تشعر بالنعاس. يمكن أن يساهم هذا أيضاً في نقص فيتامين د، خاصة إذا كنت تعمل داخل المنزل أو المكتب طوال اليوم. سيؤدي الحصول على المزيد من ضوء الشمس إلى زيادة مستويات السيروتونين لديك، وسيقلل أيضاً من الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى منع الاضطرابات العاطفية الموسمية. ثالثاً، استهلاك الكثير من الكربوهيدرات. من الأسباب الرئيسية لشعورك بالتعب قد تكون استهلاك الكثير من الكربوهيدرات المكررة، فعند تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات ترتفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يتسبب في إفراز البنكرياس للأنسولين. عليك أن تختار أطعمة صحية مثل الخضار والفواكه، وتستبدل السكر المكرر والكربوهيدرات بالبروتينات الطبيعية. رابعاً، الكافيين. يجب تجنب شرب الكافيين في وقت متأخر من الليل، لأنها تعتبر من المنبهات وتمنع الإنسان من الدخول في النوم العميق الذي يساعد على استعادة الإنسان لياقته وعافيته. لهذا السبب يوصي الخبراء بتجنب أي من المادتين لمدة تصل إلى 4 ساعات قبل موعد النوم. أمراض الجهاز الهضمي كثيرة ومتعددة، وكل مرض له أعراض معينة ممكن يعاني منها المريض، وبالمقابل ممكن تكون الأسباب أيضا مختلفة تبعا للحالة الصحية وتبعا للمسبب، وممكن أيضا هاي الأعراض تشترك بين مجموعة من المشاكل. صح أكيد بشار. اليوم بدنا نحكي عن قرحة الاثنى عشر، ونحن نحكي عن أسبابها وعن أعراضها والتشخيص الصحيح لإلها مع الدكتور رائد أبو حرب، اختصاصي بأمراض الهضم والكبد، يلي نورنا وصار معنا ضمن استديو أدامسكو. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. اليوم دائما يعني بنقول موضوع المشاكل الهضمية مختلف ومتعدد، رح نحكي اليوم عن موضوع قرحة الاثنى عشر. نعم. يلي دائما بنسمع بالعرف العامي أنا عندي قرحة أو عندي ألام قرحة. خلينا نتعرف على قرحة الاثنى عشر شو هي والتفاصيل عند حضرتك، تفضل. في الواقع موضوع القرحة الهضمية، عندما نتحدث عن القرحة الهضمية نتحدث عن حدوث تآكل في قسم من الغشاء المبطن للمعدة أو بداية الأمعاء الدقيقة التي تعرف بالبصلة الاثني عشرية، وهي القطعة الأولى من الحلقة الأولى من الأمعاء الدقيقة. هذا التآكل المادي، أي هناك ضياع مادي كتآكل بالطبقة المخاطية، طبقة تحت المخاطية، وصولا إلى الطبقة العضلية. كما نعلم أن جدار الأنبوب الهضمي يتألف من 5 طبقات. عندما يصل عمق التآكل إلى الطبقة العضلية هنا يسمى قرحة هضمية، في حين أنه الضياعات الأقل أو السطحية أكثر لا تسمى بالقرحة الهضمية، وإنما تسمى بالتقرح أو التآكل أو الكشاطة. إذن عندما نتحدث عن مرض القرحة الهضمية نقصد به التعريف الذي ذكرناه، والأماكن الأكثر شيوعاً لحدوث القرحة الهضمية هي كما تفضلتي البصلة الاثني عشرية، يأتي بعدها المكان الثاني وهو القرحة التي تحدث في منطقة المعدة. اليوم وقت بنحكي عن قرحة الاثنى عشر، هل هي بتتشابه أعراضها مع أنواع القرحة اللي نحن ممكن نحس فيها أو نتعامل معها بشكل يومي؟ ممكن بعض الأشخاص بيحسوا بوجع، أو ممكن يكون أعراضها مختلفة إذا فينا نقول عن القرحات العادية؟ نعم، في الواقع الأعراض تشمل طيف واسع من الحالات، يبدأ من أن تكون القرحة موجودة ولكن تكون لا عرضية وتكشف إما صدفة من خلال تنظير هضمي لأجري لسبب آخر، أو يمكن أن تكون لا عرضية تماما وتكشف باختلاطاتها التي سنأتي على ذكرها. ولكن الشكل الوصفي للأعراض التي تدفع بالمريض لمراجعة الأطباء هي شعور الشخص بحس الحرق أو الجوع المؤلم، يشعر المريض وكأن معدته تفرك عليه، ويعبر عنها أنه هناك حس فرق على الجوع، أي عندما تفرغ المعدة يشعر المريض وكأن معدته تمرت عليه. هذا يوجه بشدة إلى القرحة العفجية. عندما يتناول المريض الطعام أو
إذا تناول أي من القلويات كشرب الحليب أو تناول لبن، مواد قلوية أو معدلات حموضة، يتراجع هذا الألم ويخف. وهذا يدفع المريض إلى تناول وجبات طعامية متكررة حفاظاً على عشان ما تفضى المعدة ويرجع يحس بنفس الشعور. تماماً. ولذلك مرضى القرحة العفجية يميلون أكثر إلى زيادة الوزن والبدانة. إضافة لذلك يمكن أن يشعر بالغثيان، بالتطبل، بالانتفاخ، وأحياناً الإقياءات. هذه الأعراض تعرف بالمتلازمة القرحية الوصفية، وعادة تأخذ دورية معينة. نقصد بالدورية أن هذه الأعراض تتراجع من تلقاء نفسها أو بالمعالجة لتعود وتحدث بصورة دورية، وخصوصا في فصلي الخريف والربيع. السبب دكتور؟ السبب تبدلات الطقس والعوامل الهرمونية التي يمكن أن تتبدل في العضوية والساعة البيولوجية، كلها ستؤدي إلى تنشيط المتلازمة القرحية عند مرضى القرحة الهضمية. تماما. دكتور، اليوم يعني بعض الأشخاص وخاصة الموضوع الهضمي، ذكرنا أنه اليوم ممكن بعض الأعراض تشترك مع مشاكل هضمية أخرى، وبالتالي الشخص ما بيعرف شو بيقول لك أنه أنا عندي مشكلة بمعدتي، ما عم بعرف شو السبب. هو أكل، هو قرحة. فاليوم هل ممكن تشترك هاي القرحة مع أعراض أخرى لأمراض هضمية أخرى أو مشاكل هضمية؟ نعم، في الواقع الشعور الحارق في منطقة المعدة يمكن أن يتشارك مع حدوث التهاب المعدة لأسباب متعددة، قد تكون أسباب دوائية، أسباب غذائية إلى آخره. التوتر والانفعال يمكن أن يحرض زيادة بالإفراز الحامضي وشعور الشخص بالحرقة، شعور الشخص بالحرقة الناجمة عن الارتجاع المعدي المريئي أيضا تؤدي إلى شعور الحرقة. إذن هذا الشعور يمكن أن يتشارك بين أمراض متعددة. وأيضا يجب أن لا ننسى أن هناك بعض الأمراض الجدية التي يجب نفيها عند حدوث مثل هذا التنازل القرحي، لأنه ارتشاح مثلا في الغشاء المخاطي المعدي بخلايا لنفاوية مثلا أو بخلايا غير سليمة يمكن أن يتظاهر بالمتلازمة القرحية، ويكون السبب هو قرحة وإنما قرحة غير حميدة. لذلك عندما يشعر الشخص بهذه الأعراض في الواقع يتوجب مراجعة أقرب مركز صحي حتى يتم التمييز بين الحالات السليمة والحالات التي قد تكون لأسباب أخرى، بعضها قد يكون أقل سلامة. والتشخيص المبكر هو الذي يقود إلى المعالجة النوعية. طيب دكتور، هل ممكن نقول أن القرحة الاثنى عشرية ممكن تكون هي مرض بحد ذاته، أو ممكن تكون هي عارض أو علامة لأمراض أخرى مخفية، أمراض مزمنة متعلقة بالمعدة أو الجهاز الهضمي عموما؟ نعم، عندما نتحدث عن القرحة العفجية، القرحة العفجية لا تختلط أبدا بأمور غير مستحبة خلافا للقرحة المعدية التي ذكرناها، ولكن أيضا القرحة قد تكون بأسباب غير السبب الرئيسي اللي هو سبب القرحة، اللي هو إصابة المعدة بالالتهاب بجرثومة تسمى بالحلزونية البوابية أو الهيليكوباكتر بايلوري. هذه الجرثومية تشكل السبب الأكثر إحداثاً للقرحات العفجية. يأتي بعدها السبب الثاني وهو تناول الأدوية، وخصوصاً ما تعرف بالمسكنات التي تستخدم لمعالجة آفات المفاصل أو ما تعرف بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، كالديكلوفيناك والبروفين إلى آخره. هذه الأدوية تسمى بالأدوية المقرحة لأنها تؤدي إلى حدوث مشان هيك بينصحونا وقت بدنا نأخذ بروفين أو أي من أنواع الأدوية اللي ذكرتها حضرتك ما نأخذها على معدة فاضية أو شيء. بالتأكيد. وأيضا إذا كان هناك يعني شروط أخرى يمكن أن تؤخذ مع أدوية أخرى تخفف من الإفراز الحامضي خشية أن تكون محدثة للقرحات. إذن السببين الرئيسيين للقرحة الهضمية الهيليكوباكتر، وبدرجة ثانية تناول هذه الأدوية. وخصوصا هناك خطأ شائع في الواقع يجب أن نعرفه، المزج أو تناول أكثر من دواء من هذه الزمرة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، قد يظن المريض أنه بسبب آلامه القوية أن المشاركة بين دوائين
يمكن أن يزيد الفعالية المسكنة، وهذا في الواقع خاطئ جدا، لأنه أولا ستزداد احتمال حدوث القرحات، يزداد احتمال اختلاطات القرحة الهضمية دون زيادة الفعالية المسكنة للألم. تماما دكتور، هون كنا عم نحكي عن موضوع التشخيص الشخصي الخاطئ من قبل الأشخاص. دائما نتوجه للصيدلية، أنا عندي حرقة عم بحس فيها، وبالتالي ممكن تكون قرحة معدية. وهذا الشيء يعني غير بالفحص السريري ممكن ما يبين، وبالتالي الحصول على الأدوية المثبتة لهي الحرقات قديش ممكن يأثر سلبا على موضوع القرحة المعدية؟ ممكن يصير اختلاط يزيد الحالة في حال ما كانت حرقة وهي رايحة للقرحة، والقرحة الشديدة اسمنا نقول. نعم، في الواقع الأدوية اللي ممكن تفيدنا بهالأمر هذا، أي شخص يمكن أن يشعر بشعور الحرقة وتكون عابرة. في الواقع هذه الحالات يمكن معالجتها بمضادات حموضة بسيطة عن طريق حبوب تمص، أو إذا يعني هي معدلات للحموضة. هاي الحبوب ممكن تفاقم، يمكن أن يستخدمها الشخص إذا كان هناك لديه حرقة عابرة واستجابت أعراضه على حبة من هذا النوع، فلا داعي لأنه يعني إسراع بمراجعة أطباء أو مراكز صحية. ولكن عندما تعند هذه الأعراض على هذه المعالجات البسيطة، من الأفضل عدم الارتقاء بسوية مضادات الحموضة كما نرى، يعني هو شائع لدى العديد من المرضى، يأخذون مباشرة زمر الدوائية المثبطة بشدة لحموضة المعدة، وهي تعرف بزمرة مثبطات مضخة البروتون أوميبرازول وعائلته كلها. في الواقع هذه الأدوية قادرة على تثبيط الحموضة بشدة، أولا قد تخفي مرض أكثر خطورة من مجرد قرحة، ونتيجة إخفاء الأعراض سيتأخر التشخيص. الأمر الثاني، يجب أن لا ننسى أن هذه الأدوية إذا استخدمها الشخص لفترات طويلة يمكن أن تؤدي لتأثيرات جانبية. على رأس هذه التأثيرات نقص الحموضة المزمن سيؤدي إلى عسرة في الهضم، وسيؤدي إلى فرط نمو جرثومي، نقع بمشكلة أخرى. تماما، إضافة إلى تأثيراتها على المدى البعيد التي يمكن أن تؤثر على تمعدن العظام، ترسب الكسب العظام، تبين أنه لها تأثيرات قد تؤدي إلى مشاكل على مستوى الكليتين إلى آخره، على مشاكل على مستوى الجملة العصبية. إذن الاستخدام المديد وغير الرشيد لهذه الأدوية وبدون مراقبة طبية هو في الواقع أمر غير منصوح به إطلاقا، سواء من حيث الاختلاطات لهذه الأدوية أو لحجبة لمرض جدي قد يتأخر تشخيصه إذا لم يشخص بالوقت المناسب. طيب بالنسبة للتناول العشوائي لبعض الأدوية، اليوم كثير من الأشخاص بيوصفوا لأنفسهم مسكنات ألم أو حتى مضادات الحموضة اللي من شوي كنت عم تتحدث عنها حضرتك، هذا الموضوع قديش بيأثر على زيادة درجة القرحة أولا وتأخر علاجها إذا فينا نقول؟ في الواقع أي استخدام عشوائي كما تفضلتي للأدوية من تعبيره يسمى عشوائي، إذن هو غير مستخدم في استطبابه الحقيقي والواجب استخدامه به. إضافة لذلك، عندما يصف الطبيب الدواء في غالب الحالات يطلب من مريضه إذا شعر بأي عارض جانبي أن يراجع الطبيب ل إيقاف الدواء أو استبداله في حال عدم التحمل. وهذه يعني نقطة قد تغيب عن ذهن المريض العادي، ويلجأ إلى استخدامات دوائية كالصادات الحيوية، كالمسكنات أو أدوية ذات مفعول. قد يكون كما نعلم حاليا يستخدمون أدوية بهدف إنقاص الوزن بدون يعني دراية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى اختلاطات. صحيح دكتور، بدي روح شوي لموضوع التشخيص السريري. شو الآليات اللي بتتم؟ بعض الأشخاص وقت نقول لهم مشاكل هضمية بيخافوا موضوع التنظير، بيخافوا موضوع إلى ما هنالك من التشخيص. اليوم التشخيص السريري للقرحة الاثنى عشر كيف يتم وشو الآلية؟ الواقع بداية هي استجواب المريض من قبل الطبيب المختص، هي حجر الزاوية لوضع المفتاح التشخيصي. يأتي بعده الفحص المريض أو ما يسمى بالفحص السريري. هذين الأمرين يوجه الطبيب إلى وجود قرحة أو
مرض آخر، إضافة إلى أن هناك أمور مهمة جدا بالاستجواب يجب معرفتها إذا كان هناك تشارك بين التناذر القرحي وأعراض أخرى كنقص الوزن غير المبرر، كوجود أقياءات أو غثيان شديد، كوجود ترفع حروري، شعور المريض بأعراض تترافق مع خروج براز أسود اللون أو أقياءات مدمات. هذه تسمى بعلامات خطورة تتوجب فعلاً الدفع بالاستقصاءات لحتى ننفي وجود مرض مشارك أو أن تكون هذه القرحة مختلطة. الأمر الآخر، بعض الفحوص المخبرية التي يمكن أن توجه نحو وجود مرض عضوي كتحري وجود فقر دم عند الشخص، ارتفاع في سرعة التسفل، وجود فحص البراز ووجود دم في البراز، تحري الدم الخفي بالبراز، تحري جرثومة المعدة التي تحدثنا عنها باختبار فحص البراز. هذا كله يدفع بالطبيب إلى تأكيد التشخيص. في الواقع تأكيد تشخيص القرحة يتم من خلال التنظير الهضمي حصراً، من خلال التنظير الهضمي. في الماضي كانت تستخدم الصورة الظليلة، ولكن تبين أن كما تكشف درجة حساسية الصورة الظليلة أقل بكثير من التنظير الهضمي. وفي الواقع له للتنظير الهضمي بعض السمعة السيئة، والسبب أنه كان يجرى التنظير الهضمي دون تخدير. والحاليا في الواقع منذ سنوات التنظير الهضمي يجرى لجميع الفئات العمرية من عمر أيام وحتى عمر 100 سنة بظروف آمنة مع تخدير خاص في التنظير، يريح المريض، يستيقظ المريض بعد 5 إلى 10 دقائق من التنظير، لا يشعر بشيء، ويكون الإجراء آمن، والطبيب تحرى كل أقسام الأنبوب الهضمي العلوي وتأكد من وجود أو عدم وجود أمراض عضوية ومن ضمنها القرحة. وإن احتاج إلى أخذ عينات من خلال التنظير تؤخذ بكل سهولة لتحليلها بالمخبر. دائما يعني موضوع وجع ساعة ولكل ساعة، دائما هي المقولة من أولى. اليوم موضوع التشخيص هو واجب لنكشف ونخفف عن المريض الألم بما يتعلق موضوع التنظير، لأنه كثير بنسمعها أنه تنظير لا ما بدي أعمل تشخيص. حتى المثال وجع ساعة ولكل ساعة، هنا لا يوجد وجع إطلاقا، صحيح، هون في الوجع تماما أصلاً يعني. تمام دكتور، إذا فينا ننتقل لخطوات العلاج. اليوم الطبيب المختص شو بيتعامل مع قرحة الاثنى عشر، وقديش بتكون مدة العلاج؟ في الواقع كما ذكرنا المعالجة هي المعالجة السببية. إذا كانت جرثومة المعدة هي السبب، يجب أعطاء مثبط حموضة قوي من زمرة مثبطات مضخة البروتون، إضافة إلى نوعين إلى 3 أنواع من الصادات الحيوية التي تؤثر على الجرثوم. إذا تسمى هذه المعالجة بالمعالجة الثلاثية أو بالمعالجة الرباعية للقرحة الهضمية. فترة المعالجة بهذه الأدوية الأربعة تتراوح بين 10 أيام و 14 يوم، كافية لمعالجة القرحة ولاجتساس هذه الجرثومة، أي يعني تخليص المخاطية المعدية من هذه الجرثومة. إذا كان السبب هو فقط تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، في الواقع المعالجة بمثبطات الحموضة وحدها بدون الصادات الحيوية تكون كافية، وإيقاف هذا النوع من الأدوية وخصوصا إذا كان بالإمكان إيقافها هو مرحلة أساسية حتى تترمم القرحة العفجية أو القرحة الهضمية. هلا دكتور، ممكن تكون احيانا من مسببات القرحة الاثنى عشرية ممكن يكون في بكتيريا بسبب التآكل بهذا الغشاء. تمام، هل ممكن احنا نتجه لأدوية معينة بتخفف من تأثير هي البكتيريا على الجهاز الهضمي ومنطقة الاثنى عشر؟ نعم، الجرثومة المتهمة بإحداث القرحة مؤكد أنها هي جرثومة الحلزونية البوابية أو الهيليكوباكتر بايلوري، ولذلك المعالجة الثلاثية أو الرباعية التي تشمل الصادات هي بالتأكيد موجهة نحو هذا النوع من الجراثيم التي هي نوعية بإحداث القرحة الهضمية. تماما، اليوم دائما طرق الوقاية واجب على الجميع اتباعها. اليوم قديش ممكن ناخذ طرق وقايه، وخاصه عم نتعامل مع جهاز نوعا ما دائما يعني اساسي بيت الدواء والدواء والغذاء والى ما هنالك. نعم،
في الواقع العنصر الأساسي المقرح في الجهاز الهضمي هو التدخين، ويجب فعلا نصح كل من لديه تنازل أو متلازمة قرحية بالابتعاد عن التدخين وإيقافه، أولا لحتى يكون ترمم القرحة لديه بصورة أسرع، ولاستبعاد احتمال نكس في القرحة لديه أيضا أمر مهم. الأمر الثاني هو تجنب الأدوية المقرحة، وعلى رأسها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ولكن هناك زمر دوائية أخرى أقل شيوعا في إحداث القرحة أيضا يفضل تجنبها إن أمكن تجنب هذا الأصناف من الأدوية. نأتي إلى أصناف المآكل، وهذا في الواقع في الماضي كان يعتبر أن تناول الحموض أو تناول المآكل الحادة أو الحريفة هي من أسباب القرحة. ثبت علميا أن تناول هذا النوع من المآكل بحد ذاته إذا كان الشخص غير مصاب بجرثومة الهيليكوباكتر أو إذا لم يتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ليست من الأدوية المقرحة، وبالتالي حتى الحمية التي كانت تستخدم في الماضي من يعني 30-40 سنة كانت العلاج الأساسي للقرحة هو الحمية طويلة الأمد وعلى القلويات وقاسية على الحليب فقط لمدة 40-60 يوم. هذا كله ثبت بالدليل العلمي الحديث أن هذه الأدوية هذا النمط من الحميات الغذائية لن يعود بالفائدة على المريض، وبالتالي حاليا بعد بدء المعالجة النوعية للقرحة بأسبوع نسمح للمريض بالعودة إلى نظام الأكل العادي، تخفيف قليلا من المآكل التي تثير عنده هذه الحرقة كمية البندورة المطبوخة لأنها يمكن أن تحرض لديه الألم، أو حتى المآكل الحد قليلا. تماما دكتور، بدي آسف أنا على المقاطعة بس هيك تعريجة مع حديث حضرتك. اليوم موضوع الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة قديش ممكن يكون موضوع الالتزام بالأدوية أو طرق الوقاية أو إلى ما هنالك في مشكلة موضوع العلاج المستمر أو الدائم، في مشاكل ممكن يعانوا منها أو لا طبيعي بيقدروا يحصلوا على أدويتهم بشكل طبيعي بعيدا عن السكر والضغط وإلى ما هنالك؟ نعم، في الواقع أي مريض بحاجة إلى تناول علاج مزمن بسبب مرض مزمن لديه يتوجب عليه مراجعة الطبيب خلال فترات يعني متناوبة لأولا التحقق من استمرارية فعالية الدواء لديه والوقوف على حدوث التأثيرات الجانبية لهذه الأدوية. التأثيرات الجانبية في الواقع غير مرتقبة، يعني الدواء إذا أحدث تأثيرات جانبية عند نسبة عالية من المرضى وكانت التأثيرات خطيرة يسحب من الأسواق، ولكن عندما نجد ضمن وصفة الدواء بشكل عام هي آمنة تماما، فهي آمنة عند الغالبية العظمى من الأشخاص، يعني تفوق ال 98 أو 99%، ولكن هناك نسبة قليلة يمكن أن يحدث لديهم ارتكاس تحسسي، ممكن أن يحدث ارتكاس على مستوى الجملة الوعائية، هبوط ضغط، ارتفاع ضغط، اضطراب بتنظيم السكر، اضطرابات عصبية كقلق، كأعراض تنميل إلى آخره. هدف الزيارات الدورية لهؤلاء المرضى المزمنين هي كشف مراقبة هذه التأثيرات الجانبية بالوقت المناسب وتحويل هؤلاء المرضى إما إلى تعديل الجرعة لديهم أو إلى استبدال الزمرة الدوائية تماما، وهذا لا يتم إلا من قبل الطبيب الاختصاصي بالموضوع. يعني نحن أكيد بنتمنى الصحة والعافية والسلامة للجميع، وشكرا لوجودك معنا دكتور رائد أبو حرب اختصاصي بأمراض الهضم والكبد، نورتنا وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتها. أهلا وسهلا لكم ولجميع المشاهدين. كل الشكر لك دكتور. أهلا وسهلا. كفي معكم مشاهدينا باقي حلقتنا لليوم، ولكن رح نروح لفاصل صغير ونرجع، خليكم معنا.
علاقتنا مع العطور علاقة قوية، ودائما يعني العطر ممكن يبين عن شخصية الفرد إذا بدنا نقول شاب أو صبية، ودائما هاي العطور ممكن يعني توصلنا هيك أفكار هذا الشخص وبتثبتنا يعني وقت نشم عطر فلان إجا وصل صح. ودائما يعني هاي المحبة للعطور مشتركة عند الجميع، ولكن عطر على نظافة هذا الاهم عشان نشم الريحه بتركيزها الصحيح. هلا هلا بشار احيانا بنكون بمكان دائما بالصيف بتكون الحاله اكثر اكيد اكيد. هلا احيانا بنكون بمكان معين بنكون شامين ريحه عطر فيه، وبنرجع بنشم هي الريحه بنتذكر المكان وبنتذكر الموقف وبنتذكر الاشخاص اللي كانوا موجودين فيه، فاكيد الرائحه بتضل عالقه ببالنا وخصوصا اذا كانت ريحه حلوه. حتى الريحه البشعه كمان بتعلق هلا النواه بس اكيد. هلا بعض الاشخاص بيتجهوا لبعض انواع العطور وخصوصا العطور صيفيه، لانه ممكن تكون مصنوعه من مزيج حلو من الفواكه، فبتلاقيهم بيتجهوا لها لانه بتعمل اكيد انتعاش بتاثر على الناحيه النفسيه بطريقه كثير حلوه صحيح. فبيتجهوا لها. هلا بتقريرنا التالي حنتعرف على صناعه العطور الصيفيه، حنتابع الاجواء اكيد بالتقرير التالي وبنرجع. العطر بيرتبط بالذاكره، ولما بترجع تشم ريحه عطر معين تلقائيا رح يخطر ببالك حدا. اليوم كتار بيصنعوا عطورات باستقلال ممكن يأبدعوا بتركيزها، لكن في ناس ومن حبهم بمصلحة العطور وشغفهم فيها قدروا يطوروا من أدواتهم ويتركوا اسم سيزار للعطورات من عام 1970 محفور بذاكرة كل حدا اشترى بارفان ويلي بتفوح ريحته وين ما كنت بفضل المهارة بالمصلحة والبراعة بتركيز العطر. أنا صلي بهالمجال تقريباً بين الخمسة والست سنوات، تعلمتها عن طريق الجروب اللي هون صار له زمان كتير، يعني تقريباً هون المحل فاتح تقريباً من سنة 70 تقريباً. نحن منحبها لأنه المصلحة قدرنا نطور فيها كتير شغلات، منه تخمير العطور علمنا إياها كيف التركيب، لأنه كل ريحة إلى نسمة معينة بالتركيب، في روائح ما بتقبل مثلاً عيارات تقيلة أو مرتفعة يعني بالإسانسات، وفي عيارات ممكن نحن نقدر نتحكم فيها مشان نعطي نتيجة حلوة للريحة وثباتية أكثر. بالدرجة الأولى نحن منعتق العطور قبل بأربعة أشهر خمسة أشهر. طريقة تعتيق العطور عنا مثل مخبر صغير، في طبعا في خبير أو خبراء هن بيركبوهم، يعني نحن مثل ما بيقولوا تعتيق العطور بمكان مظلم وبارد، يعني خلال خمس ست شهور مثلا بدنا نعتق الريحه مشان تعطي ثباتيه حلوه وقريبه من الاورجينال. العطورات الصيفيه النسائيه والرجاليه تختلف عن العطورات الشتويه من حيث ثباتها ومدى ملائمتها للفصل، وبيدخل فيها روائح متنوعه حسب ذوق الزبون لتعطي ريحه فواحه ومنعشه وذات ثباتيه عاليه. عندك العطور النسائي في شغلات داخلها بتركيبها الشوكولا، الفانيل، الازهار، الورود، الحمضيات حتى كمان، وفي هلا شغلات كمان داخلها النمط الشرقي العود كمان. في كتير شركات هلا بلشت تنزل اكيد روايح عود مثلا مثل جوتشي مثل فرزاتشي داخلها نمط العود، هدول الشتويات اكثر يعني. بس الصيف يعني مثل ما قلت لك يعني بنعتمد على الروايح اللايت الخفيفه الناعمه الفواحه الخرج الصيف، يعني اذا واحد مثلا حط منها او الست اذا حطت منها ما تكون ريحتها هيك ثقيله وكثير شو اسمه مثل ما بيقولوا كثير ثقيله. يعني النسب تتراوح من ريحه لريحه، من بارفان لبارفان، من نوعيه ايسانس لنوعيه ايسانس على حسب الايسانس. في روائح كثير ثقيله وزاخمه كثير مثل ما بنقلها، ما بنقدر نحط لها العيار اللي ثقيل كثير، يعني نحن من هون يعني مثل ما يقولون المعلمية بالتركيب العطور شلون نتعامل معها هي الريحة. أوقات حتى على طبيعة الجسم كمان، طبيعة الجسم تلعب دور مشان تعطي ريحة فواحة وثباتيتها حلوة تكون. الرجالي كمان نفس الشيء، بنعتمد على الروائح الناعمة كمان. هلا أغلبية الروائح الرجالية داخلها الليمون الحمضيات، كمان من مين للروائح الناعمة أكثر. كمان حتى بالروائح الرجالي داخلها فانيل، في بعض الروائح داخلها فانيل، بس مثل ما قلت لك يعني لازم نعتمد على الروائح اللي كتير لايت شوي خفيفة ما تكون كتير تقيلة مشان تضل فواحة وثباتيتها أحلى بالصيف وتعطي هيك انتعاش بالصيف. في بشرات تكون سمرة ما بيلبق للروائح اللي كتير تقيلة لأنه بدها شيء ناعم تتفاعل مع جلدها مع الجلد، لأنه
هي كمان طبيعة الريحة من جسم لجسم تختلف، حتى فوحان الريحة تلعب دور من جسم لجسم. يعني هلا ممكن نحن ناخذ الروائح مثلا، هلا فيها كثير عالم بيبخوا مثلا اثنين مثلا بيبخوا نفس الريحه، واحد بتشميه عليه بتقولي عن جد لا بقتلها. حتى النفسيه بتلعب دور كبير بهذا الموضوع، يعني نفسيه الشخص هي بتلعب دور كمان بالعطر اذا بتفوح او لا. عامل الزمن بتعطي العطور من قبل الاشخاص المختصين احد اهم العوامل الاساسيه بدوام رائحه العطر والإقبال عليه على اختلاف أنواعه ونسبه، إن كانت هالعطورات صيفية منعشة أو شتوية دافية. إبداع الشباب السوري اليوم عم بيكون متعدد وبكل المجالات، سواء بالمجالات العلمية وحتى بالمجالات الفنية. اليوم كثير عم نلاقي من إبداع الشباب السوري وخصوصا بمجال الفن التشكيلي. صحيح سوسن، واليوم يعني هي الأعمال وهي الأفكار اللي عم يقدمها الشباب بحاجة للإضاءة عليها، بحاجة أيضا لدعمها وإيصالها لكل متذوقي الفن وأيضا محبي الفن التشكيلي بشكل خاص. اليوم رح نتعرف على صبية سورية بديت بهذا المجال، قدمت مجموعة من الأعمال المميزة الخاصة فيها. يولا مهنا صارت معنا ضمن استديو دامسكو، اهلا وسهلا فيكي، يعطيك الف عافية. شكرا كثير على استضافتكم الحلوة. اهلا وسهلا فيكي يولا. خلينا نبدأ من بداية المشوار، امتى بديتي مشوارك وحبك لاتجاه الفن التشكيلي؟ هلا انا تربيت ضمن عائلة فنية، بلشت مشواري من لما كان عمري 6 سنين، كنت ارسم كثير لساعات طويلة وامي واختي هنن يصلحوا لي اغلاطي ويدعموني، دائما كل ما اعمل لوحه حلوه خلوني شارك بمعرض وهيك بلشت. حلو حلو. اختيار اختصاص الجامعه، دائما الاشخاص اللي بيروحوا للمواهب اذا بدنا نقول او الهوايات نوعا ما، فن، مسرح، موسيقى الى ما هنالك، بيخلوه اختصاص او اهتمام بالحياه وبيختصوا بالدراسه بجانب اخر. اخترتي جامعه ايضا كليه الفنون الجميله لهي الرغبه او لا كانت ايضا محض الصدفه اذا بدنا نقول؟ هلا انا من لما اكتشفت موهبتي صرت اشتغل عليها وحطيتها ببالي كطموح. لما خلصت بكالوريا قررت اني ادخل كليه فنون جميله ونجحت بفحص القبول، هو بيكون احنا عندنا فحصين قبول، نجحت بمعدل 85%. نعم كثير كبيره. اي ووقت الاختصاص اختصيت رسم وتصوير لانه انا حدا بحب الرسم الحر، ما بحب اني اتقيد بمساطر او بحب الالوان دائما. حلو حلو تمام. اليوم وقت بدنا نحكي عن شخص بيتجه للفن التشكيلي، اليوم برايك شو لازم يكون يمتلك من ادوات، سواء ادوات فنيه او حتى ادوات من ناحيه الشخصيه، صبر، فن، ذائقه فنيه اذا فينا نقول، حتى مدرسه كمان، يعني دائما المدارس الفنيه بتخيل. هلا اول شغله لازم يحدد هو شو بده وشو الشيء اللي هو بحبه ويختار المدرسه المعينه اللي هو بحبها ويختار قدوه له. اما كمواد او كعده فهي ما لها شيء اساسي او شيء مهم، يعني الواحد قادر يرسم باي شيء لوحه فنيه كثير حلوه. صحيح. بالنسبه للمدارس اختصيتي بمدرسه معينه بالفن التشكيلي او لا ضلينا خلينا المجال مفتوح اذا فينا نقول؟ هلا انا كاكاديميه نحن بالجامعه بيعلمونا كل يعني بيعلمونا كل اساليب الرسم، بنتعرف على كل المدارس الفنيه، بس هلا انا شخصيا حبيت المدرسه التكعيبيه التجريديه لانه هي يعني انا بعيده كليا عن الواقع، هي بتجرد الشيء الموجود بالواقع، بتحافظ على التفاصيل بس بتكون شيء بخصني انا، إلى طابع مني انا، ودائما بحب الشغلات الطفوليه على طول حتى بلوحاتي او باختيار فكره لوحه لي. طبعا احنا شفنا اكثر من لوحه، يعني من اللوحات اللي عم يطلعوا على الشاشه في حاله هيك اذا بدنا نقول طفوليه او حاله فيها هيك نوع من الطفوله بالالوان بالافكار. صح، لأنا دائما بختار الالوان الحاره والبارده، بحسها انه الخير والشر انه هو موجود وين ما كان، فهو بحسه لازم يكون موجود بكل لوحه من لوحاتي. يعني يولا قلتي انه انت بتحبي الاتجاه بالفن التشكيلي انه بحيث انه تقدمي اعمال او ممكن نقول مضمون الاعمال للاطفال، او في 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 هذا الشيء من الجانب المعين اللي انت بتحبي توصلي له، اليوم شو بحاجه انه انت تقدمي بهاي الاعمال؟ شو هي الرساله اللي بتحاولي توصليها عن طريق الاعمال الفنيه؟ انه اي حدا فينا اليوم بيمرق بظروف ممكن تكون صعبة كثير، فهو بيقدر يعبر عن الشيء اللي جواته عن طريق الموهبة اللي هو عنده إياها، بيفرغ طاقة هيك.
بيعطي تماما. يولا بدي روح شوي، ذكرنا موضوع المدارس واختصيتي بالمدرسة التكعيبية إذا بدنا نقول. دائما بعض الشباب بيجربوا أكثر من مدرسة، بيقول لك أنا بدي أجرب الكل وأقدم أعمال بالكل لا أختار أو شوف المدرسة القريبة مني أو من أفكاري أو من تطلعاتي أو نظرتي للفن إذا بدنا نقول. جربتي هاي الحالة، جربتي أكثر من مدرسة، برأيك المدارس اليوم قديش ممكن تلعب دور أيضا بعطاء الفنان التشكيلي أو بإسقاط أفكاره على اللوحة؟ هلا أنا قلت إنه بحكم إني أكاديمية نحن بنتعلم كل شيء صحيح. يعني نحن من السنة الأولى للسنة الرابعة كل سنة بنبلش بنشتغل بمدرسة معينة، واقعي، تجريدي، انطباعي، تكعيبي إلى آخره. هلا أكيد لما هلا عني أنا يعني حبيت بهذا الموضوع تماما، حبيت هيدا المدرسة لأنه بحسها قريبة، يعني الطفل بيفهم اللوحة اللي أنا عم بعملها، الكبير البالغ بيفهم اللوحة اللي أنا عم بعملها، فبحسها إنه أقرب لإلي أنا. فأكيد هو بيلعب دور يعني إنه كل فنان يتجه اتجاه مدرسة اللي هو بحبها أو هي. أكيد أكيد. طيب يلا، أول الأعمال هي بتكون أغلى الأعمال على قلب الفنان، احكي لنا أول رسمة أو أول لوحة فنية أنت قدمتيها وشو كان مضمونها؟ هلا أول لوحة عملتها بحكم إنه الفن خلق بمصر، يعني أساس الفن كان بمصر، فعملت لوحة فيها طابع أنثوي، رسمت أنثى وعملت شيء من التراث المصري بدل على الفن، ودخلت فيها كولاج ودخلت فيها عملات مصرية حتى، ولليوم ما بعتها ولا بيعها لأنه غالي أكيد، لأنه هي أول لوحة. صحيح. يولا اليوم موضوع التعامل مع الأطفال أيضا خطي مجال التدريب إذا بدنا نقول، أو تقديم هذا الفن للأطفال أو رسم الطريق قدامهم. خبريني عن هاي التجربة، خبريني شو قدمتي للأطفال اليوم، كيف بقدر أتعامل مع طفل حابب يبدأ أو يقدم أفكاره أو موهبته بمجال الرسم؟ هلا احيانا بيجيني هلا انا علمت اول شيء اطفال من مسكتهم القلم، يعني من لما بيكون عمرهم 3 سنين، هي احلى مرحله اساسا للطفل. وكثير كنت مبسوطه يعني، لحتى في عندي طلاب قدموا لكليه الفنون الجميله هندسه العماره لفحص القبول كمان. الموهبه هلا احيانا بيسالوني دائما انه الموهبه مهمه؟ لا، مو الموهبه ما مهمه. الشيء المهم هو الاجتهاد الشخصي. هلا احيانا بيكون انسان موهوب بس ما بيشتغل على حاله، هو بيضل عند النقطه ذاتها ما بيتطور. اما انا طلابي بحكم انه بعلمهم انا اساسيات الرسم بشكل عام، كلها اساسيات التشريح الوجه حتى يرسموا بورتريه، بعلمهم اساسيات تشريح الجسم حتى يرسموا موديل، يعني دائما بخليهم يكون عندهم دافع يتطوروا كرمال ينتقلوا على مرحله ثانيه حتى يوصلوا يرسموا لوحه زيتيه بالنهاية. اكيد طبعاً. اكيد طبعاً. يعني يلا ممكن احيانا تتصادفي مع طفل هو بيحب الرسم عموما بس ما عنده هي الموهبه او ما عنده هي الملكات لحتى يطلع هي الطاقه الحلوه اللي فيه، اليوم انت كيف بتتعاملي مع هدول النوعيه من الاطفال؟ ايه انا لاني انا بعلم الاساسيات، بعلمه اساسيات، بحببه بالشغله، بعطيه دافع انه هو لازم يبدع كرمال انه بس تعمل لوحه حلوه ممكن تشارك بمعرض. فدائما نحن لما بنلعب على العامل النفسي الطفل بيتطور وبيتعلم. صحيح. بدي روح شوي للمعارض، كونه ذكرنا المعارض هلا، شاركتي بمعارض، خبرينا عن مشاركاتك وكيف كانت؟ لا شاركت بمعارض ضمن منطقتي، زوايا ملونه، املي، محاكاه، اسطوره، كثير في معارض يعني. طبعا كل اسم لمعرض هو له شيء معين، يعني الاسم ما انا مختار، ما انا مختارينه كنا هيك. وشاركت بمعرض بمنطقه عين الشرقيه حتى، شاركت بمعرض باللاذقيه بدار الاسد، كنت يومتها اصغر مشاركه بشارك معهم يعني. تمام. هون في سؤال حابين انه نحن نضوي عليه، أكثر مشاركة غالية على قلبك أو أكثر مشاركة أنت استمتعتي فيها بمعرض ما؟ دائما سوسن عندها فكرة البدايات وأغلى اللحظات يعني. القصة إنه دائما كل معرض بيترك جواتك شيء، يعني بتحسي بتقولي إنه خلص هذا هو المعرض اللي ترك أثر جواتك كثير حلو، لما بتعملي معرض ثاني بتحسي إنه دائما كل معرض له شيء بقلبي، يعني ما عندي شيء أغلى من شيء. صحيح صحيح. يولا قيمة أغلى
رسمة هلا مع بعقب على سؤالك. يلا بدي روح شوي لموضوع الأعمال أو الشخص يلي بيكون مختص بموضوع الفن التشكيلي، عنده رينج معين، أنا خلال هاي السنة بدي أعمل مثلا عدد من اللوحات أو لا، هي بترجع للحالة الفنية للشخص أو لحالته النفسية، إنه أنا هلا بدي أرسم أو هلا في بالي فكرة بدي أطبقها، كيف الحالة بتكون؟ هلا بوقت الزلزال من بحكم انه انا جاي من محافظه من كوبا، فبوقت الزلزال كثير حاولت اني انا ارسم كرمال اعمل معرض يكون ريعانه للاطفال اللي تضرروا من الزلزال، اعمل لهم ورشه عمل، يعني احاول طلعهم من الشيء اللي نحن فيه تماما. فاحيانا الفنان بيكون عنده دافع لحتى يعمل معرض او لحتى يعمل انجاز كثير لوحات، واكيد بيلعب دور العمل النفسي، يعني اذا الواحد ما كان مرتاح، يعني انا اذا ما كنت مبسوطه ممكن اعمل للوحه 1000 مره واخذها. اكيد. طيب اليوم نجاح العمل الفني على شو بيعتمد؟ كيف امتى فيك تقولي انه هي اللوحه وصلت مضمونه للجمهور، وامتى فيك تقولي انه هي اللوحه لا فشلت في هذا الجانب؟ لما بتكون انت عم تقدمي منك انت من جواتك انت فكرتك انت، يعني مو انه انا شفت فلان رسم لوحه لازم انا اجي اقلده او اشتغل مثله، او فلان اشتغل واقعي لازم انا اجرب اني اشتغل واقعي، لا. مثل ما يعني مثلا انت مثلا انا شاطره بالمدرسه التكعيبيه، ماني شاطره بالمدرسه الواقعيه، ما فيني اشتغل واقعي. تمام. حلو. وقت شخص يعرف قدراته بيقدر يبدا. مهم التقليد لا. صحيح. يلا ذكرنا موضوع مشاركات بالمعارض، اليوم ليوصل الفنان التشكيلي ليجهز لمعرض خاص فيه بشو بيحتاج؟ هو الوقت، هي الخبره، هي خطوه ممكن تكون بتحمل اذا بدنا نقول النجاح والفشل، خبريني كيف كانت وجربتي خطيتي خطوه بموضوع المعارض الخاصه او لا؟ لا حاليا لسه ما جربت. هلا لازم الفنان يشارك بكذا معرض جماعي، المعارض الجماعيه كثير مهمه، اهم من المعرض الفردي، لانه المعرض الجماعي بيكتسب خبرات من غيره، بيكتسب افكار، بيعرف الغلط من الصح، بيتعرض لانتقادات سلبيه وايجابيه. بعدها الواحد بيتجه لمعرض فردي. هلا انا حكم ما كثير الي متخرجه، فلما اعمل اكبر عدد من اللوحات طبعا وقريبا رح اعمل لهيدا القصه معرض فردي، حنكون معك اكيد. تماما بدي اعمل معرض فردي لانه عندي يعني مثل ما حكيت انه بدي يكون ريعانه لهذا المعرض للاطفال المتضررين من الزلزال. يلا دائما بنسمع بموضوع انه الفنان التشكيلي لازم دائما يمارس التغذيه البصريه، بيشوف جوانب حلوه باللوحات سواء بمعارض جماعيه مثلا بيشارك وبيطلع على اعمال الاخرين، او حتى انه هو دائما بيعود عينه على انه يشوف المناظر الجميله. برايك قديش هذا الشيء مهم لحتى ينجح العمل الفني؟ لا دائما بالفن باي شيء العين اهم من الايد، يعني العين هي اللي بتتذوق قبل اي شيء. لما يعني هي يعني مثلا انا لما بشوف لوحه اول شيء بنجذب، لما ما بتطلع بشكلها ولا بلمسها، اول شيء بشوف اللون بتضرب عيني فورا باللون، اذا حبيتها بوقتها بروح بصير بلمس اللوحه بعرف شو نوع الالوان هنا مستخدمينه. فاكيد العين اهم شيء وهي اللي بتغذي كل شيء، يعني وهي اللي بتحببك بالشغله تماما. تماما. اليوم شو عم نحضر هيك الفترات القادمة؟ وأيضا يعني موضوع الفن التشكيلي دائما متجدد، اليوم واجب الفنان للتحضير لأعمال قادمة بيعتمد على كثير أسس، على الاطلاع، على يمكن حضور معارض. خبريني بالنسبة لك اليوم أنا لا أقدر أحضر لخطوة ثانية أو لمجال جديد بحياتي، شو بعتمد؟ لا أول شيء أنا بدي أحضر أول شيء إني ادخل بملتقيات بمعارض جماعيه، كنت هلا عم بحكي بدي اجهز اني ادرس كفي دراسات عليا، هي هدول كثير شغلات مهمه. على سيرة الدراسات العليا قبل ما نكفي موضوع الدراسات العليا او التخصص الاكاديمي بموضوع الدراسات العليا وإلى ما هنالك، بيضيف اليوم للفنان التشكيلي على صعيد الموهبه، اليوم الاهتمام بالجانب الاكاديمي له دور كبير بموضوع الموهبه أو موضوع الفن بشكل عام برأيك؟ لا
الدراسات العليا هلا نحن مثلا هون عندنا بسوريا بتكون الدراسات ضمن اختصاصي انا، بس في بتتعرف لسه اكثر على تاريخ الفن على الامور كلياتها، فانا دراساتي العليا لانه حاططها ببالي يعني فقط ثقافه ومعرفه تماما ثقافه فقط. طيب اليوم يولا قديش اهميه انه يمتلك الفنان التشكيلي جانب الاطلاع على الثقافات الاخرى، جانب قراءه اي شيء مو بس بالاتجاه الفني، وانه ممكن يطلع على اعمال ادبيه، يطلع على كتب، يطلع على مسرحيات او سينما او اي اتجاه فني اخر. هلا طبعا قبل ما نتعرض للاحداث اللي نحن فيها كان دائما تصير ملتقيات، تصير تبادل ثقافات، صحيح. تصير معارض. هلا راح احكي انا عن حالي يعني الفن لانه ما كثير داخله بامور ثانيه مثل القراءه والشغلات. كان الفنان يتعرف على ثقافه الشعوب كلياتها، على تراث الشعوب كلياتها العربيه والعالميه. اما نحن اليوم محصورين انه نتعرف بس على ثقافات بعضنا، صحيح، او نتعلم عن طريق النت او عن طريق القراءه او عن طريق الدراسات العليا. تمام صحيح. كل شكر لك ولا نورتينا لليوم، ودائما يعني الفن التشكيلي مثل ما حكينا وذكرنا مجال واسع ومتجدد دائما، وواجب اليوم على كل المختصين وايضا الشباب السعي للاضافه عليه بكل المناحي وبكل المدارس الموجوده فيه. كل الشكر لك مره ثانيه. شكرا كثير كثير لكم على استضافتكم مره ثانيه، وكثير كنت مبسوطه وشكرا. احنا كنا مبسوطين اكثر، نورتينا يلا. شكرا لوجودك معنا. فاصل صغير وبنرجع لنكفي ما تبقى من حلقتنا لليوم. ولهم مشاهدينا بتكون وصلت ساعتنا للأسف لختامها، أكيد لقانا بيتجدد بالحلقة القادمة مع ضيوف ومواضيع جديدة. أكيد بنشار، وما ننسى نذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. موعدنا بيتجدد بكرة بنفس التوقيت، انتبهوا على حالكم وتضلوا بألف خير.